ينور قلبك يا رب العالمين. يقولون الفرصة فرصتان، الفرصة الأولى فرصة تأتيك أنت، يعني فرصة مثل أنك جالس في البيت مع الوالد، جاء واحد عنده مدير شؤون موظفين في الدائرة الحكومية شوي، قال والله ولدي توه متخرج من الثانوية ولا من الجامعة، ضبطك ووظفك. هذه فرصة ربما تأتي وربما لا تأتي، إذن لا تعول عليها ولا تعيش على هذه الفرصة. ننتقل للفرصة اللي تصنعها أنت، أنت لازم تصنع فرصتك. كيف تصنع فرصتك أنت؟ لما أنت تبغى تقدم في أي مشروع كان، في شركة، في مؤسسة، في كذا، في كذا، في خلال الفترة هذه خلال دراستك، دائما أقول حتى للطلاب المدارس في جميع البرامج التلفزيونية اللي أقدمها، ابدأ وانت تدرس خذ دورات في أثناء الدراسة. يعني لقيت شاب قحطاني من أهل الجنوب، وكان مضيفني أبوه الله يجزاه خير الشيخ عبد العزيز الشعيل أبو عبد الله، رجل من رجال الأعمال. كنا في رحلة أخذت ولده عمره 15، شيخ عبد السلام ولده عمره 15 سنة يتكلم 4 لغات والله يا الربع، يتكلم الياباني بطلاقة، يتكلم الكوري بطلاقة، ويتكلم الأندونيسي واللغة الإنجليزية غير العربية القحطانية يعني. والله يا شيخنا أنا سألت سؤال، قلت كيف تعلمت؟ قال عن طريق الإنترنت في وقت الإجازة، أدخل أخذ دورات برسوم بسيطة. فهذه في مثل موقع في اليابان وتعلم، أخذ معهم شهر كده وتعلم وأقرأ وأحفظ. سبحان الله، الفرصة اللي تصنعها أنت لما أنت تأخذ دورات من هنا، تأخذ دورات من هنا، تخرج من الجامعة تيجي أي وظيفة أيا كانت، في وظيفة، في شركة، في كذا، في كذا، لما تقدم أوراقك معك الشهادة الجامعية ومعك شهادات أخرى معززة لك، إذن أنت تصنع فرصتك. وأنا أتحدى أي إنسان ما يقدر يصنع فرصته، والله تقدر تصنع فرصتك وتقدر تصنع مستقبلك بإذن الله، بس متى؟ عندما تستغل وقتك يا أهلا. وش تزينك، كل واحد جايب مع طبق يا أخي، يا سلام، تحس أني في العيد. هلا والله، كيف الحال؟ ساكم بخير، الله يبارك فيك ووفقك. فلذلك الفرصة لابد أن الإنسان يهتم فيها صراحة، ولا تعول على الفرصة عند أبوك ولا عند عمك ولا عند فلان بيضبطني ولا ما بيضبطني، أنت تصنع فرصتك وعش الفرصة الجميلة، وأسأل الله يجعل أيامنا وفرصنا كلها جميلة. ونستمع للشيخ عبد السلام عن الفرصة ونعم تو ذكرنا القحاطين، وينك أخوك؟ نعم والله أحبيلك. فأنا بس هذه مقدمة حوطية فرصوية. يا حبيلك يا حبيلك. فإحنا هذا